سامي احنا ربما كما قلت مي كنتكلموا على عالم الديكور كنتكلموا على واحد الحاجه اللي عندها عندنا علاقه حميميه معها علاقه خاصه معها بطبيعه الحال وكثير من الناس ما كيردوش البال واحد النقطه مهمه جدا اللي هي الاضاءه كنخليوها اخر حاجه كنفكروا فيها تنفكروا في الريدويات في الطلامط في الفراش في الكاغلاج في ال... نقدر نفكرو في الباركي شنو غنديروا في في, ال... في في بزاف ديال الحوايج مثلا كنفكروا فيهم الاضاءه تنقولوا واه غادي نفرق دي سبوت ولا راه غندير تريا ولا ما تنفكروش اشنو هو كيفاش كيخصنا نتعاملوا مع الاضاءه هذه نقطة مهمة وبالنسبة لهذه النقطة هي اللي هي اللي نورمالمون كيف ما كنقولوا كتبين لنا الدار مه. وكتعطي واحد الراحة يعني في بعض المرات كتلقى كتلقى في بعض العائلات كتلقى بأن كاين واحد ما كايناش واحد الراحة النفسية ملي كيجلس كيحس بشي حاجة ناقصة في الدار مه. ا آه، يا يعني اما كيكون مشكل ديال ديال الصباغه يعني هذا موضوع كنا دوينا فيه شحال من مره يكونوا الالوان اللي هي مغموقة وكتكون كتكون يعني بالنسبه للدار اللي كتكون صغيره ومجموعه كت، كتخلق مشكل وكاين النقطه الثانيه واللي مهمه هي الاضاءه آه، الاضاءه نورمالمون من الافضل كنهضر على لي سباس كاملين وبالخصوص ملي كنهضروا على على ان صالون ولا ان سيجور يعني واحد المكان اللي هو ممكن اننا كنجلسوا فيه آه... واحد المده اللي هي طويله اللي كنجلسوا باش نرتاحوا او اللي باش ناكلوا او اللي باش نتفرجوا او لا باش تقرا شي كتاب هنا الاضاءه يعني من الافضل انا كنفضل ان يكونو فيها مثلا واحد دو طون يعني مثلا يكون عندنا الاضاءه اللي هي مجهده باش الا بغينا نقراو شي كتاب او لا الا كنا باغيين ناكلو بغينا الاضاءه تكون تكون قويه ويكون عندنا لا بوسيبيليتي ان باش نبدلو وتكون عندنا الاضاءه خفيفه يعني في هذه الحاله هذه شنو كيكون اوتوماتيكمون كيكون عندنا التريا لوستر اللي كيكون في, في الوسط ديال ديال لو سالون او ديال هاد ليسباس ديال هاد الفضاء تيكون عندنا تريا وممكن اننا نديرو دي سبوت في, في لي كوتي و الا كانت الامكانيه وكان عندنا الفو بلافون ممكن اننا نزيدو الغيبون ليد <applause> يعني هادو كلهم كيتسماو بحال دابا لي سبوت و ليد سي هادو هادو واحد الاضاءات اللي كيعطيو واحد لومبيونس يزيدوا واحد لومبيونس في الاسباس يعطي واحد الراحه اكثر وواحد الاشراق اكثر للفضاء ممكن اننا نشعلوا الريبون ليد بوحدو يكون اون كيعطي واحد الاضاءه اللي اللي هي خفيفه بزاف وما ما كيديرونجيش ملي نبغيو الاضاءه قويه تكون عندنا شي شي ريسبسيون شي مناسبه او لا. ممكن اننا بغينا فوقي حتى اللي بغينا ناكلو ممكن انني نزيد في الاضاءه مم. يعني هادو نقاط اللي هما مهمين كيبقى لنا الاختيار ديال الاضاءه الاختيار ديال الاضاءه دابا تبارك الله يعني ما بقاش غير الضو الصفر والضو الابيض يعني ولاو ولاو بزاف ديال لي ريفيرونس كنقولوا حنا ب ب يعني ب ب ديالهم كاينه ال 4000 كا كاينه ال كا كاينه ال 3600 هادو من حدنا حنا كنمشيو من الصفر للابيض وهما لي ريفيرونس كيتبدلوا <applause> النقطه أه اللي مهمه هو ان من الافضل ان الاضاءه تكون كلها مقاده تكون لون واحد <applause> من الافضل <applause> يعني آه كنفضل ان يعني تمشي لون واحد كتكون افضل آه هنا بالخصوص ملي كندويو على كندويو على على اسباس واحد <applause> من الافضل ان تكون الاضاءه مقاده آه سواء درنا اضاءه صفراء او لا كانت بيضاء يعني من الافضل انها تمشي تمشي باضاءه واحده <applause> كندوزو لي شومبر كوشي <applause> حتى هما من الافضل يعني على الاقل يكونوا عندنا لي سبوت وتكون عندنا تريا بعد الحالة كان في بعض الحالات كنفضل يعني كاع ان يكونوا لي سبوت فوق من لا تي ونقدر انولي لي لا يعني ممكن نانيولي. انا سامي ربما نطرح عليك سؤال احنا من قبل ثقافتنا في الاضاءه كانت هي التريه يعني خاص التريه تكون ضروري مثلا في الصالون ولا في الغرف النوم الى غير ذلك ما كانش عندنا بزاف التفكير في لي سبوت الى غير ذلك دابا ولينا ما كانش تدخل شي دار بالنسبه إن لي سبوت كانوا ديال البيرويات كانوا ديال <مسؤال> لي كابين ميديكال كانوا ديال كانوا يعني كانوا رسميين لا بغينا نقولوا دابا ما يمكنش تدخل الدار ما كتلقاش لي سبوت ويشي كتلقى هذه الفكره ديال لي سبوت كاينه كيتفرق على بزاف ديال المساحه يعني مثلا كتلقى مثلا صالون في واحد ثلاثه على اربعه كتلقى فيه واحد سته ولا سبعه ديال لي سبوت مثلا على انا مثال يعني ولو ولات حاضره هذه الفكره هذه واش المساله يعني نوع من التطور في الاضاءه باش نعطيه واحد الضوء اكثر بنعطيو درجات اكثر باش نعطيه بطريقه اللي يمكن نتحكموا فيها اكثر ولا لي سبوت نشعلوا الدري كل شيء او انها يعني مساله اللي المفروض انه عندها واحد الانعكاس على راحتنا وعلى حياتنا خاصها تكون في اي دار يعني اون فوا نفكروا اننا نعاودوا الضوء خاصنا نفكروا في لي سبوت انهم يكونوا, يكونوا حاضرين وي بالنسبه لهذه النقطه هذه يعني كيف ما قلتي هي ولات ثقافه دابا تبارك الله مع لي سوسيو مع الانترنت ولات الناس يعني و الناس ولاو كيبحثوا يعني كانت شحال هذه كان بالنسبه ديجا بعدا باش نديرو دي سبوت الاغلبيه ما كانش كيكون الفو بلافون <applause> يعني ما عندناش الامكانيات باش الامكانيه باش نديرو لي سبوت دابا في الاغلبيه ديال الديور كسا سوا كانوا قدام او لجداد كنلقاو الفو بلافون يعني كل الامكانيه ان باش نديروا لي سبوت ومع دابا كيف ما قلنا في السوق يعني تبارك الله كاين كاين ان لاغ شوا كنلقاو سبوت تشكيلات مختلفه ديكوغاتيف زوينه وي. اس كيف يعني الناس ولات هذه الثقافه هذه وملي كيما قلت لك ولاو الناس كيبحثوا كيشوفوهم يعني كيعطيو كيبان لهم واحد كيعطيو واحد كيزيدوا واحد المنظر وكيزيدوا الاضاءه بالنسبه للدار ولات الاغلبيه تجهلها ديال الناس ولاو كيتجهوا الاتجاه هذا ديال لي سبوت سورتو كيف ما بغيت نقول لك بحال دابا في ان كولوار في الدار او لا اوليو باش دير واحد تريه اللي غتكون غتكون اه سونتري يعني تكون في الوسط ديال ديال الكولوار كدير 3 سبوت اللي كيعطيوك اضاءه متفرقه وحتى من من ناحيه الاستهلاك ديال هذه الطاقه كتكون اقل نعم بطبيعه أه الحال الموديلات هي مختلفه نقدروا نلقاو الكريستال نقدروا نلقاو يعني الاصفار نقدروا نلقاو يعني محاسير في الطيله أوي. غير ذلك يعني. كاينين الوان كثيره وموديلات كثيره يعني كيمشيو على حسب لو تيم ديال الدار اذا ولا بامكاننا أنا نختاروا كيف ما بغينا كاين اشكال اللي ترضي كل ذوق وي نعم